اول حاجه كنت عايز اعملها هي كره القدم، العب كوره. وبعدين احنا الحمد لله كنا في المنطقه بتاعتنا في البلد كنا مشاهير يعني، واحنا صغيرين من صغيرين كان انا واخواتي الثلاثه احنا بنلعب كوره جامده يعني. ليا اخ اسامه ده لعيب احرف مني، وخالد نفس الكلام، بس هما دخلوا كليات عمليه فانشغلوا شويه في الجامعه. انما زمان كان التعليم مهم جدا يعني، مش زي دلوقتي يعني. الاب ما كانش يهمه يلعب كوره ما يلعبش، دي قصه. دلوقتي احنا كنا زمان بنتضرب عشان بنلعب كوره، دلوقتي بنتضرب عشان نلعب كوره. انضمامي لنادي الزمالك جاب الصدفه البحته. كان نادي الزمالك عامل توأمه بين نادي الزمالك قلين ونادي الزمالك القاهره هنا. وبعدين في لعيب عندنا اسمه رضا الخطيب اتشهر جدا، شهرته زاعت، كان بيجيب 30 و34 جون في الموسم في الدرجه الثانيه، كان بيلعب في كفر الشيخ. فقالوا لهم هنلعبكم ماتش، وكان متعودين دايما يلعبوا ماتش مع زمالك قلين ده توأمه يعني. فقالوا لهم احنا عايزين نشوف رضا الخطيب معاكم الماتش اللي جاي، هاتوه يلعب معاكم. فقالوا لهم ماشي. فكلموا كفر الشيخ، كفر الشيخ وافقت، نادي كفر الشيخ وافق. لعب المباراه رضا الخطيب مع الزمالك، كسبنا 2-0 وانا اللي جبت الجونين. فالكابتن حمد امام رحمه الله عليه كان موجود مع البعثه بتاعت الزمالك، سال الولد ده الاشول ده منين؟ قالوا له من هنا. طب ايه نظامه؟ قالوا له ده مواليد 61، يا ده صغير لسه تحت السن، تحت 19 سنه. قالوا له هاتوه. فكانت سعاده لا توصف الحقيقه يعني بالنسبه لي. ابويا زملكاوي جدا رحمه الله عليه، فرحب بالفكره. الغريب بقى ان انت سافرت القاهره عشان تتمرن فاختبروك تاني ففشلت، لان كان في ظروف في الوقت ده. كنت خارج من ثانويه عامه، اتحاد سوق، انت عارف بقى ثانويه عامه زمان كان بتقعد لها مثلا بالشهر ما بتخرجش من البيت. وبعدين رحت لعبوني على ملعب رمل وانا لابس جزمه استرزات، فما عرفتش اتحكم في كوره ولا في اي حاجه خالص. فقال لك لا ده وحش ما ينفعش. دكتور مجدي حمايه ده الراجل مدير الكوره في نادي الزمالك قلين عمل جواب للكابتن حسن حلمي شخصيا وحكى له القصه. سبحان الله كابتن حسن حلمي يعني قرا الجواب والله اعلم. المهم قال لك لقيت كابتن منير حسن رحمه الله عليه كان ماسك هو ساعتها مدير النادي ساعتها او مدير كوره الفريق الاول، بعد جواب لي النادي الزمالك قال لك هاتوا لنا تاني نشوف. فرجعت بقى تاني وسنيت الجزمه بقى، بيقولوا سنيت الجزمه كده، بريت الجزمه يعني، نزلت كسرت الدنيا. كان مختلف تماما، قال لك لا هاتوه ده كويس هناخده. لعبت الحمد لله وبدات في نادي الزمالك وكملت بقى المسيره بتاعتي في نادي الزمالك. كان في تغيير اجيال. يعني الجيل 84 يعني يمكن 7-8-9 لعيبه خرجوا منه 88، ودخل بقى اسماعيل يوسف ودخل اشرف قاسم ودخل احمد رمزي ومجموعه الايه اللي كانت موجوده ساعتها. حققنا انجازات كبيره جدا، خدنا الثنائيه زي ما تقول دوري وكاس في سنه 88، وخدنا افرقساوي لو نص الدنيا، وسافرنا القطر خدنا البطوله العربيه اللي بنسختها القديمه، وكانت سنه الحقيقه سنه خير علينا جميعا يعني. كمان وانا مدرب خدت دوري الابطال وخدت الدوري العام وانا مدرب بالزمالك، خدت بطولتين. بس الناس مش فاكره ان ده غير وانت لعيب، لكن وانا مدرب مع مستر كابرال خدنا الدوري سنه 2001 2002 وخدنا كاس وخدنا الدوري العام، فكانت بطولتين برضو يضافوا لتاريخ الواحد الحمد لله. اولا في كذا شق، الشق الاول ان كنت بتلاعب فرق، معظم اللعيبه اللي بتلعب فرق كانت منتخبات، فكنا بنلعب فرق كبيره. كنا امام بيك هداف الكاميروني في كانون ياوندي، كان نكونه حارس مرمى كانون ياوندي، فاهم؟ كان عندك في المغرب جيش الملكي تيمومي، كان في لعيبه كتيره جدا في المنتخبات بتلعب في الانديه، فكنت بتلعب فرق قويه. اختلاف كبير جدا بين دلوقتي وبين زمان. كمان دور الابطال هنا، دور الابطال ما كانش فيه دور مجموعات، كان الادوار 32 16 8 4 نهائي، عدد قليل من الماتشات، ما كانش عدد كبير زي دلوقتي. بتعمل دور الابطال مجموعات 6 ماتشات وبعدين تخش في ماتش 16 ثم ال 8 ثم ال 4 ثم الايه النهائي، عدد الماتشات كتر، الفرصه عندك اكبر، المستويات بقت اقل دلوقتي من مستويات زمان. كنا بنعاني معاناه شديده جدا، ما كانش في حاجه اسمها طياره خاصه. سفر طبعا بال 12 13 ساعه ده كان بيهلك.
بننام على الارض في مطارات بست ساعات على لغايه ما تاخد التاشيره اللي هو الترانزيت، تاخد ترانزيت تخش كينيا، تاخد ترانزيت كينيا عشان تروح مثلا اثيوبيا، عشان تروح جنوب افريقيا تلعب، عشان تروح وات ايفر اي بلد اخرى، زامبيا مثلا. فكانت كينيا هي السنتر، امكانيات ضعيفه جدا جدا زي دلوقتي، افريقيا زمان مش زي دلوقتي، في تطور دلوقتي كبير جدا. ماتش مثلا نيكانا ريد ديفلز في زامبيا، جوه الجون بتاع طارق عبد العليم المرمى، جوه المرمى كان مدفون راس خنزير او حاجه كده يعني سحر. والجون الثاني لما راح لقى الديل برضه مدفون في الارض، الجماهير وهو بيعمل كده برجله وخد باله ان في حاجه غريبه في المرمى جوه، فبيعمل برجله كده لقينا سفير غير طبيعي للجماهير، والحكم تجيبه ولا عايز يشوف. كانش فيه بقى فار، كانش فيه نقل مباريات دلوقتي، حاجات كلها كانت مستخبيه اللي الحكام كانت بتعمل فينا العمايل. انا مره اتلغى لي جون في الصفاقس التونسي، انا جبت جونين هناك في الصفاقس التونسي، هناك جبت جونين عالميين، جونين من افضل الاجوان اللي جبتها في حياتي. واحد اتحسب اوفسايد والمدافع على خط الجون هو الجون. ما هو 2-0 في اول ربع ساعه الماتش خلص وانت كسبان 3-0 هنا، الحكم قالك ده الماتش خلص مش هروح، فلغى جون منهم، فتعادلنا 1-1 الماتش ده. فبتتكلم في لا ظروف مختلفه تماما دلوقتي عن زمان، كنا بنعاني معاناه شديده جدا. البطوله كانت قويه جدا، بتبدا بصفاقس التونسي وتنهي بشوتنج ستار، مرورا بقى بافريكا سبور، مرورا بفرق كبيره جدا، اعتقد الفهود السود اللي هي انت بطل رواندا انتر كلاب حاجه كده مش فاكر. البطوله كانت جامده جدا 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 يعني، بس كنا محضرناها كويس يعني. الحقيقه كان الجهاز الفني بقياده الكابتن برجيله، كان كابتن احمد رفعت رحمه الله عليه، كانوا محضرين لها كويس واستعدينا كويس جدا، والسكواد اللي موجود لا كان سكواد قوي جدا جدا، وقدرنا الحمد لله نتغلب على فرق زي ما قلت لك فرق كبيره جدا جدا جدا، قدرنا ان احنا نتغلب عليها وخدنا البطوله. كانت بطوله صعبه، ظروف الطيران وظروف البلاد وظروف الاكل والشرب والنوم لا كانت صعبه، ومع ذلك الحمد لله خدناها. بطوله 85 حقيقه ما كانش فيه بخت، وخاصة ماتش الجيش الملكي، احنا هنا كسبنا بضربة جزاء اعتقد انا اللي حطيتها 1-0، وهناك خسرنا. ما تقدرش تقول حد قصر، ولكن ما كانش فيه توفيق، وزي ما قلت لك الفرق كانت قوية جدا يا احمد. تكلم في الجيش الملكي كان عنده تخمة كبيرة جدا من اللعيبة يعني، وصادفنا سوء حظ هنا وبخت هنا الحقيقة مع الجيش الملكي. لكن عموما دي بطولات بتبقى خارج نطاق المنافسه تماما، فانت بتتكلم في من ممكن تبقى موفق في مباراه وتكسب، وموفق في بطوله عفوا وتكسب، وبطوله تانية ما توفقش. ويمكن الحقيقه احنا زعلنا جدا ان الرقم ده كان هيتحسب لنا احنا 84 86 88، فبتتكلم في 3 بطولات افريقيا كان المفروض تاخدها، لكن 85 86 اعتقد الحمد لله. برضو الجهاز الفني مع الاستعداد مع الجماهير مع خسارتك 85 رجعتك 86، فبالتاكيد كان في اصرار من اللعيبه بشكل كبير جدا على الاحتفاظ بهذه البطوله. هي قدرات فاهمني، قدرات لعيبه. الواحد الحمد لله من ضمن 10 احسن 10 هدافين في تاريخ نادي الزمالك، ده حاجه بالنسبه لي يعني حاجه فخر جدا بالنسبه لي. كون بقى ان في لعيبه مثلا تانية بتجيب اجوان اقل، برغم ان عدد الماتشات زاد، احنا كنا 16 فريق في الدوري النهارده 20 فريق، في 8 ماتشات فرق. دوري الابطال بتلعب دور مجموعات او الكونفدراليه بتلعب دور مجموعات، ما فيش بقى 32 16 8 4 نهائي، كان 5 ماتشات تاخد بطوله، كان في حوالي بتلعب في دور مجموعات حوالي 6 ماتشات صح، و 9 ماتشات اكتر من نص يعني بتلعب نص ماتشات بس كان ايامنا. ومع ذلك الحمد لله الواحد كان بيجيب اجوان، طبعا مساعده زمايله مهمه جدا، كان معايا لعيبه كويسه جدا بتديك سرعات باص، المدربين عرفوك ازاي تجيب جون وانت رغم ان انت على الخط. ما تبقى انت لعيب وينجر وتجيب العدد ده من الاهداف او تلاقي فيرود اقل منك او ازيد منك او زيك فده في حد ذاته شعور سعيد بالنسبه لي، شعور جميل يعني.